الحقيقة اللي بتقوله ده بيعمل لي أنا شخصيا يعني لو ليا حق شوية أن أنا أقول شخصيا يعني في البرنامج نوع من البهجة، لأنه كتير ما بنبقاش فاهمين هي الدولة بتتعامل بهدوء ليه مع الموقف. فده نوع من النضج ربما احنا ما كناش واصلين له بشكل عام، علشان احنا دايما بنستعجل النتائج. أيوة. لكن الواقع بيقول أنه نتيجة هذا الأداء من الدولة خلى الشعب هو اللي بيسقط الفكرة وهو اللي بيواجه الفكرة، مش المؤسسات أو حتى الإعلام أو 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 بالظبط. طيب ده في حد ذاته قيمة كبيرة. طيب أنا مهتمة شوية أوصل مع حضرتك لفكرة صناعة المصطلح. أيوة. هم كانوا أساتذة في الحكاية دي، وإحنا رصدنا بكلامهم أنفسهم يعني إزاي بدأوا يرموا مصطلحات جوه الميدان من 25 أو من يوم 28، يعني من لحظة وجودهم بدأ يرمي مصطلحات، والمصطلحات تسمع على اللي هو عايز يشتغل بيه بعد كده، والأرض تردد المصطلح وهي مش مدركاه، مش قادرة تفهمه بشكل حقيقي، وجرب يرمي كم هائل من المصطلحات. حتى الصفحات اللي استعرضناها من الوثيقة اللي بين إيدينا اتكلمت إنه لما يجي اكسر كلبش ده بيوجه الخطاب في حتة، لما يجي يتكلم بقى مع الطبقات بتاعته اللي هو بيجيد التواصل معاها فيقول جعان، يبدأ يكلم. فكرة صناعة المصطلح ده ايه؟ هو حضرتك ده قديم في الإخوان، ده قديم مسألة الانقلاب مثلا، مصطلح الانقلاب الناس كلها فضلت تدرس داخل مدارس الإخوان ان الثورة 52 انقلاب مش ثورة، وما بقاش حد يقول غير انه انقلاب. سعد زغلول نفسه عندهم، لان كان الاخوان والوفد في عداوه دائمه طبعا، كان راجل ملحد. ما دلوقتي بيتمسحوا في ثوره 19؟ لا مش هينفع، لان هم كانوا برضو بيسموا الخروف سعد، لما يكون عندهم خروف اسطوح يسموه سعد. ياه. تعالى يا سعد، روح يا سعد. وصفوه بانه ملحد وانه خروف. طبعا، والنحاس كذلك، والنقراشي لهم عن كل واحد حكايات ده. وهي اللي سادت. احنا لغايه دلوقتي مش عارفين نعمم تسميه ميدان رابع العدويه بان هو الشهيد هشام بركات. مش عارفين ليه؟ لان حتى النشره الاعلاميه لما بتيجي يقول لك ويتجه الى رابع العدويه، يا سيدي خلاص ما خلص، ما بقاش اسمه رابع العدويه، قول رابع العدويه سابقا واكتب الشهيد هشام بركات. يعني حتى الان احنا بنقول على شارع سليم الاول شارع سليم الاول، وعلى ميدان رابع العدويه ميدان رابع العدويه. يعني عايز اقول لحضرتك ان مفيش استراتيجيه موحده لدى المؤسسات، انما الشعب عنده استراتيجيه. لما وقف ضد الدوله العثمانيه بجرائمها بكذا، كل واحد بقى يطلع ما عنده من ثقافه على النت. وانا شخصيا ما قريتش حاجه عن الخلافه الاسلاميه في عمري كله قد اللي قريته في الفتره دي وبالذات بعد المسلسل اللي عمله النبوي، او مش عارف المسلسل اللي هو كان اللي استعرض فيه تومنباي خالد النبوي الاول. أيوة. وكده. أيوة. يمكن ما كانش حد يعرف غير ان تومنباي شارع ممالك النار، ولذلك احنا عندنا التناقض ان تومنباي كان شارع والشارع اللي بعديه على طول اسمه سليم الاول، ولحد دلوقتي ولغايه دلوقتي، ولا عرفنا نغير ده ولا عرفنا ده، قتل ده والاثنين مع بعض يعني خالد الذكر يعني. وبعدين يعني مع ذلك حضرتك، هذه المجهودات بدات الان تثمر ثمارا قويه جدا. ان المصطلحات اللي كانت بتتعمل اصله فن قديم، يعني هم بيقعدوا لجنه خاصه تقعد تعمل المصطلح، تسمي انقلاب، تسمي مش عارف ايه كده، انا مع الشرعيه، زي ما انا مع الشرعيه. حاجات زي الفكره الامريكيه دي، فكره واخدينها من امريكا لما كانت عايزه تاخذوا العراق، سمت الحرب بانها الشرعيه الدوليه. لان الشرع لفظ محبب لدى بعض السكان، وعاصفه الصحراء. عاصفه الصحراء. حاجات زي كده. دراسه المصطلح دي وتاثيرها على الناس وانتقائه، دي اصلا دراسات خدوها في امريكا، ولذلك احنا كمان كجيل اخواني سابق اتربينا على محاضرات ودورات في الجامعه الامريكيه كمان. طبعا، يعني انا كان اغلب الحاجات اللي الاخوان محتاجاها كانت تنقي الناس النابهين حتى لو مش راضي عنهم يعني، وياخدوا دورات وتحجز لك الكورس وتقول اتفضل. الكورس والكل والمصاريف كمان بتاعت السندوتشات لو ممكن. المهم ان مفيش حاجه انت بتخسرها غير انك بتروح تدرس وتاخد الدبلوم وتيجي. وانا في امريكا عرضوا عليا الدكتوراه ب $3000، سهل جدا في امريكا. في امريكا